ماذا دها قحطان في لحظاتهم؟ بؤس وفي كلماتهم آلام، جهل وأمراض وظلم فادح، ومخافة ومجاعة وإمام. والناس بين مكبل في رجله قيد، وفي فمه البليغ لجام. أو خائف لم يدري ما ينتابه منهم، أسجن الدهر أم إعدام. والاجتماع جريمة أزلية، والعلم إثم والكلام حرام. الشعر ديوان العرب، وهو أيضا علم وفن. عدا ذلك هو سلاح لا يقل أهمية عما سواه من أدوات الحرب، هو أيضا أنيس في الحل والترحال، في الفرح والحزن، في السلم والحرب. يؤثر في المعارك كما تؤثر المدافع، وأحيانا أكثر. لطالما ارتبط الشعر بمشروع الجمهورية، وارتبط من بعد بمشروع التغيير. بالأمس كان حاضراً بصوت الزبيري، البردوني، وسحلول، والشنواح وغيرهم، وها هو اليوم وفي معركة تشبه معركة الأمس، حاضر بصوت غنيم والقبيسي والحميري والسعيدي وغيرهم من شعراء التغيير والمقاومة المتواجدين جنباً إلى جنب مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في حلقة اليوم نتناول دور الشعر الوطني في دعم مشروع الجمهورية وتعرية الانقلاب وأشكاله وأدواته، ونناقش مع ضيوف الحلقة الأهمية المعنوية للشعر الوطني والتعرف على أبعاده وآثاره في دعم الثورات وصناعة التغيير. في البداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من بين قوسين، الناشط السياسي الأستاذ محمد المقبلي عبر السكايب من إسطنبول، كذلك سيكون معنا الشاعر مجيب الرحمن غنيم، وأيضا من مأرب سيكون معنا الشاعر مجلي القبيسي، كما سيكون معنا من محافظة تعز شاعر المقاومة الشعبية أحمد الباشا. قبل النقاش فاصل قصير، ومن ثم نبدأ الحديث. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط السياسي الأستاذ محمد المقبلي عبر السكايب من إسطنبول. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور بشير، وتحية لك ولبرنامج بين قوسين على إسهامي في الشغل على الهوية وبالذات بعدها الثقافي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. البداية، الأهمية التي يمثلها الشعر سواء كان الشعبي أو الشعر الفصيح في دعم الجمهورية ومناهضة الانقلاب والإمامة. اليمن على وجه التحديد زاخر في الأدب السياسي تاريخيا، ربما تعود إلى قرون طويلة جدا. ارتبط السياسي اليمني ومشروعها القومي الحضاري وهويتها التاريخية في الأدب السياسي، ليس من نشوء الحركة الوطنية الحديثة التي بدأت في مطلع الثلاثينات إلى الأربعينات ثم المشروع الجمهوري، ولكن ذو امتداد عميق في جذر القومية اليمنية. كان معظم السياسيين اليمنيين والشخصيات القومية ابتداء من شوار بن سعيد الحميري الذي كان شاعر وكان رمز سياسي بالدرجة الأساسية، وكذلك الفقيه سعيد كان شاعر وكان رمز سياسي. فتقريبا لا يوجد بلد في الوطن العربي ارتبط فيها السياسيين بالأدب وارتبطت الأدب بالسياسة مثلما الشخصيات اليمنية، لأسباب كثيرة جدا. من بين تلك الأسباب أن الزعيم السياسي في اليمن والقائد السياسي في اليمن كان إما أن يكون أديب أو له علاقة بالأدب. مثلا نشوف سعيد الحميري كان أديب، محمد الزبيري كان أديب، عبد القاضي عبد الرحمن الإرياني كان له علاقة في الأدب، في الجنوب كان عبد الفتاح إسماعيل له علاقة في الأدب، لطفي جعفر أمان له علاقة في الأدب، عمر الجاوي أيضا. فرموز الحركة الوطنية تاريخيا كان لهم علاقة بالأدب، إما أن يكونوا أدباء أو أن يكونوا متذوقين للأدب السياسي. أهمية ارتباطهم أستاذ محمد بالأدب كما ذكرت، هؤلاء الكوكبة من رموز الجمهورية والذين قارعوا الإمامة وأسسوا الجمهورية اليمنية. لا شك أن الأدب السياسي على وجه التحديد والأدب بشكل عام هو الذي يجعل الإنسان مرتبط بأرضه، مرتبط بذاته الوطنية الحضارية، مرتبط بهويته ومرتبط بحرية. الشاعر والأديب وأكثر حساسية من الطغيان، أكثر حساسية من استلام هويته وذاتها الوطنية، وبالذات أن الهوية اليمنية تعرضت لتجريم قاسي على يد نظام إمامي كهنوتي أشتغل على أساس فراغ اليمن من ذاتها ومن هويتها ومن جذرها التاريخي، حتى كاد اليمني لا يدرك نفسه. عندما استيقظ الأديب في بداية مطلع الحركة الوطنية وجد ذاته غريبة، وجد أن ذاته مليء بالخرافات، مليء بتقديس آل البيت، الأرض ليس لها مكان، اليمن ليس لها مكان، الهوية اليمنية ليس لها مكان، فبالتالي نشأ كل هذا الحنين. ثانيا أشير إلى نقطة معينة، وهذه تعتبر سر من أسرار الأدب السياسي في اليمن، أن كثير من القيادات السياسية للحركة الوطنية كانوا أدباء. كان الشهيد محمد الزبيري أديب وسياسي، كان القاضي عبد الرحمن الإرياني سياسي، كان الثلايا أديب وسياسي، كان الخردعي أيضا وهو أول من 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 ضرب سفين الإمامة بالأدب السياسي والمعروفة الذي يتناولها كل اليمنيين
عندما قالها الإمام أحمد حميد الدين: يا طير مهما طرت في جو السماء لا بد ما تنزل رضا ولا سمين، من فين بتشرب إذا جاك الظما؟ وإن قلت ريشة ريشك يعبر الماء مستحيل، رد عليها القردعي: الطير لا قد طار عجز من رمى، والمد ريشه يعبر الحط الطويل. نعم. هل شفتك طير قد صابح عمى، ولا بنى عشه على عابر سبيل؟ عابر سبيل. جميل استاذ محمد. لو تحدثنا نحن الان بين زمنين، يعني الماضي والحاضر، ربما هذه الكوكبه من الشعراء الزبيري وسحلول والارياني وغيرهم من الشعراء اليمن القديم كان لهم بالتاكيد اسهامات كبيره في انطلاق الثوره ودعم الثوره التي نهضت الامامه. اليوم ربما نحن الان في الزمن الحديث ظهر ايضا شعراء جدد في نفس المسار ونفس السياق، امثال عامر السعيدي، مجيب الرحمن غنيم، جلي القبيسي، احمد الباشا وغيرهم كثر. كيف ساهموا يعني في قديم الزمان في عصر الستينات ايام الثوره، وكيف ساهموا الشعراء الجدد هذه الايام في مناهضه الانقلابيين وربما الامامه بشكلها الجديد؟ يقول اديب اليمن الكبير وشاعرها الغنائي الفضول عبد الله عبد الوهاب العمان في اهم مقطوعاته: امتي بوركت من ولاده، ما مضى في دربك الخير عقيمه، كلما ولى عن الساحه منك عظيمه، شهدت منا عظيمه، خلفه نمضي ولا خلف لنا، ما مضى فينا امينا مستقيما. هذه امه ولاده. نعم. للأباء ولادة، للشعراء ولادة، لكل الذين ينحازون إلى الأرض وإلى الإنسان، وولادة لكل الذين يعوا في ذاتهم الأدبية وفي ذاتهم الفكرية أهم ثنائية يمنية، وهي ثنائية الهوية والحرية. اليوم كل أنا أعتبر شخصيا أن يحيى الحمادي وعامر السعيدي امتداد لمدرسة البردوني، وأعتبر أن شعراء مثلا مثل سعيد العسالي ومثل مجموعة امتداد لمدرسة الشهيد محمد محمود الزبيري، واعتبر انا مجيب الرحمن غنيم ومجلي القبيسي والعديد من الشعراء الشعبيين وشاعر جميل اسمه الرويشان وهو القى قصيده في منتدى الاستاذ خالد الرويشان قبل ايام، هما امتداد للقردعي وهما امتداد لصالح سحلول. واعتبر ان لا يزال الان كثير من الشباب من الشعراء الغنائيين الذي سيكونوا عمالقه امتدادا لمطهر بن علي الارياني وامتداد عبد الله عبد الوهاب النعمان. فلا يخفى على امه مرتبطه تاريخيا بالادب السياسي، كتبت فيها شاعرة غنائية كان اسمها غزال المقدشي: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر ولا الثاني ولا الجارية. أتوقع أن هذا الشعب تقريبا نسبة كبيرة منهم إذا لم يكونوا أدباء جيدين فهم متذوقي أدب جيدين. نعم. هذه الحضارية ارتبطت بالأدب، ارتبطت في الفن قبل أن تأتي هذا الإمامة الكهنوتية وتعمل عملية تجريف وجدان اليمنيين واستبداله بشعار الصرخة وخرافة تسمى آل البيت وخطاب ديني دمر الهوية اليمنية، واشتغل على تحويل هذا الشعب اليمني من شعب يتذوق الأدب والفن والجمال والحضارة إلى شعب يصغي الخطب باسم آل البيت. نعم. تقدس الخرافة وتلغي هوية اليمني وذاته وحيويته وارتباطها. نعم. طيب أستاذ محمد. نعم أستاذ محمد، إذن اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من محافظة تعز شاعر المقاومة الشعبية عبد الباشا. مساء الخير أستاذ عبده. مساء النور والخير والعافية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد. ربما قصائدك لا تخفى على أحد ووصلت إلى الجميع، يعني سبقت عليها اللهجة التعزية وبلغة ساخرة عريت من خلالها الانقلابيين ومن أرادوا أن يعيدوا الإمامة بثوبها الجديد. ما الذي جعل الأخ عبد الباشا يظهر بهذا الصورة التي وصلت إلى الجميع في هذا الظرف؟ أولا أتوجه بالتحية والشكر والتقدير لقناة بلقيس وطاقمها والعاملين عليها على رقبتهم إلى جانب الشرعية وإلى جانب الشعب ضد الإنقلابيين الكهنوتيين الرجعيين الذي أرادوا أن يطمسوا التاريخ ويعودوا بنا إلى الماضي وإلى الجهل والتخلف، والخارجين على مخرجات الحوار والمرجعيات والقوانين والأعراف، والذي أتاحت لنا الفرصة من خلالها للتواصل عن طريقها وتوصيل رسالتنا إلى كل المشاهدين. أهلا ومرحبا بك يا أخي. نحن أصحاب أقلام تعد حاضنا للجميع، نحن لم نعتدي على أحد، نحن خرجنا دفاعا عن الدين والأرض والعرض، خرجنا نقول لهم هذه تعز وليس أمريكا ولا إسرائيل، هذه كرامتنا وأرضنا، والكرامة بحد ذاتها هي جيش لا يهزم. نعم. طيب أستاذ عبد، هل تعتقد بأن هذه القصائد التي ما بين الحين والآخر وربما أنت قصائدك بالتحديد تربطها بقضية معينة وتجعلها منطلق لأي قصيدة جديدة لك، هل أحدثت تغيير؟ هل صنعت رأي عام واسع؟ والله يا أخي إحنا نحاول نقاوم بكل ما نملك،
نعم. الوقوف ضد الانقلاب معناه انك تقاوم، تقاوم بكل ما تملك، بالكلمه، بالقصيده، بالبندقيه، بالنشيد، فتعز كلها تقاوم رجالها ونسائها وشيوخها وشبابها. نعم. يعني احيانا القلم يكون له تاثير اكثر من البندقيه. نعم، ربما انت اخ عبد جمعت بين الشيئين، بين البندقيه وبين القلم ولسانك في الشعر، ايهما يعني جلد العدو اقوى، لسانك وشعرك ام البندقيه؟ لا انا حاولت اخاوي ما بين القلم والبندق. خاويت بهم بماذا؟ اخاوي جمعتهم في مقارعه الظالم. المعركه استخدم البندق. نعم. ووقت فراغي استخدم القلم. نعم. حاولت انا اخاوي بينهم. نعم. طيب استاذ عبد، لو يعني سمعتنا مقطوعه من شعرك، قصيده جميله وصلت الى الناس ويعني احدثت ردود افعال جميله داخل اوساط سواء في تعز او غيره. انا ان شاء الله اهدي المقاومه في تعز والمقاومه في اليمن هذه القصيده بعنوان اقسم برب العرش من انشا السحاب. نعم، هذه قصيده جديده استاذ عبد. رب العرش من انشا. استاذ عبد بس يعني عذرا على المقاطعه، هل هذه القصيده جديده ام قد يعني ذكرتها من قبل؟ لا هذه ذكرتها من قبل. ها تفضل. جديده. نعم. حاليه حقي حق 30 انا وانا بالميري. تمام، اذا نسمع هذا وبعدين ممكن في نهايه الوقت نسمع الاخرى، تفضل. ان شاء الله. اقول اقسم برب العرش من انشا السحاب ومر بعين سبع من دون اعمده، لو جولنا بالانس والجن ما نهاب، ولا تعز تقبل شياطين ماردة، ما شل حتى شبر أو ذرة تراب، ومن تعدانا قتلنا والده. لو جولنا بالإنس والجن ما نهاب، ولا تعز تقبل شياطين ماردة، ما شل حتى شبر أو ذرة تراب، ومن تعدانا قتلنا والده، لو يفعل المخلوع لنا ألفين خطاب، والدم من الحوضان يسل الرائدة، وفي تعز الكل نموت شيبة وشب، ما عاد يحكمنا دقيقة واحدة. من ترعى لك حافي وما فوقه ثياب، ومشي لصنعاء رجل بعصب بارده، صلوا سلاح اليوم ومتحمل جعاب، يمين ما يركع الشلة فاسده، ودمنا اللي شال هذا والخراب، باتت بعثمان وضعف متزايده، شلوا الصحيح مني وخذ ما هو صواب، لو تت ما ماتت ما لك فايده، ومن تعز العز نرسل لك جواب، واطفال من راحوا علينا شاهده، لابد لك من يوم تخضع للعقاب، وندعس على الظالم ونكسر ساعده، اقسم برب العرش من انشا السحاب، ومن رفع عين سبع من دون اعمده، لو في تعز الكل نموت شيبه وشب، ما عاد يحكمنا دقيقه واحده وسلامتكم. ما عاد يحكمنا دقيقه واحده. طيب استاذ عبده، هل يعني الان ربما المتابع للاستاذ عبد الباشا ظهرت وظهرت قصائدك مع المقاومة الشعبية من قبل، يعني المقاومة الشعبية وقبل الانقلاب، هل كنت تحب الشعر؟ هل كان لديك قصائد شعرية أو ربما بدأت تحترف الشعر في الفترات الأخيرة فقط؟ لا أنا شاركت بآخر لقاء للمكونات السياسية عندما الأخ المحافظ جمع المكونات السياسية، ونقول لهم إحنا تعز وتعز حاضنة للجميع، لا تنقلوا لنا إحنا شل حرب، إحنا أصحاب أقلام، إحنا كذا إحنا كذا، شاركت بقصيدة باللقاء. نعم. طيب أستاذ عبده، الأكثر الشعراء الشعبيين الذي ربما تأثرت بهم أو تسمع لهم أو تقرأ لهم، من هم؟ من اليمنيين أو غير اليمنيين؟ اليمن يعني الشاعر المخضرم معروف الأستاذ عبد الله البردوني، الشاعر الفضول الديلمي عباس. نعم. شعراء كثير. نعم. من الشعراء الذي ظهروا وقالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر الشاعر مجيب غنيم. نعم، مجيب غنيم، مجلل قبيسي، عامر السعيدي. نعم، وشعراء كثر. نعم، مجلل قبيسي، عامر السعيدي، كثير من الشعراء. نعم. طيب استاذ عبده، اذا اختم معك بس بقصيدة اخرى تختار لنا هي ونودعك فيها. اقول قصيدة لمن هانوا شرف الميري، شفنا مقطع فيديو واحد من الحرس يدخل على ضابط لا مكتبه ويهينه بالميري ويقول له لا تهيننا شو انا ميري. نعم. فكتبت قصيده بالموضوع هذا، لانه ما باعوا الوطن، باعوا الميري، باعوا كل شيء، ما تركوا الشيء حتى يعني كلهم فيه
بصمات جميلة أو كذا، فكتبت قصيدة بالموضوع هذا. نعم تفضل. أقول من هان شعبه أكيد يهتان، ويدعس أمه كل مرة لكن أنا شو أنا بالميري، خلي الزعيم ينبعات الآن، أنا الشعب يا هيئة الأركان سأصنع من دورتي بركان، كان واجبك أن تحمينا، وبعتنا دون ما أدمان، بعت الوطن عن ذي خسران، أما أنا حر ما بهتان، وأنتم خلوا لكم عفاش جلدكم مثل ما النسوان، قد بعت نفسك بلا قيمة، وناصرت الظلم سفكتم دمانا على شمان من أجل زعطان وأبو فلتان، ادعسوا عادي وانتانوا، ولقل الزعيم احملوا الصدان، أما أنا بعد عسى الحوثي واردك وسحبل بكل ميدان، وإن مت باموت في عزة أشرف ولا ندل من إنسان، أما أنا بعد عسى الحوثي واربط وسحبل بكل ميدان، وإن مت باموت في عزة أشرف ولا ندل من إنسان، قد بعت نفسك مع الميري لا عاد تقول ليش أنا تعبان، قد بعت نفسك مع الميري لا عاد تقول ليش أنا تعبان، ومن الزوجات تستمع زوجي وتصبر على كيف ما كان حب الركاب قبل ما تضرب هجينوا من طبع أبوك سنتان، روحوا سيل عنكم التاريخ وستصبحوا عرمد الأزمان، من هاني شعبه أتي جهتان ويدعس أمه كلاب مران، لتينا نشونا بالميري خلي الزعيم ينفعك الآن، سلامتكم خلي الزعيم ينفعك الآن وسلامتك. شكرا لك أستاذ عبد الباشا شاعر المقاومة الشعبية في محافظة تعز، شرفتنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الجميل وفي قصائدك الجميلة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام الآن نذهب لمتابعة آراء حول الشعر وأهميته في مقاومة الانقلاب ودعم المقاومة، ومن ثم نعود للحوار مع الأستاذ محمد المقبلي وبقية الضيوف نتابع هذه الآراء. أنا أعتقد أن الشعر الشعبي دور كبير في أعتقد رفع الوعي لدى الجماهير أولا، وبالنسبة للمقاومة هو عامل تحفيز ودعم معنوي، قبل الدعم المقاومة تحتاج إلى دعم معنوي قبل الدعم أن يكون مالي أو عكس ذلك، فالدعم المعنوي أعتقد كبير، والشعراء الشعبيين لهم الشكر الجزيل، أعتقد أنهم أسهموا سهم كبير في هذه الفترة في دعم المقاومة الشعبية. للشعر أثر كبير في زيادة مثلا الحافز لدى المقاتل، كانت بداية 48 و62 مع الإمام الزبيري كان بداية الشعر، وكان أول ما بدأ سطر الشعر وأسس صحيفة في عدن، وكان بدايتها هي الشعر، سجل مكانك في التاريخ قلمه، فهو هنا تبعث الأجيال والأمم، وهنا البراكين هبت من مضاجعها، كان بداية إلهاب الجماهير وإلهامهم للثورة على الإمامة وعلى الظلم والاستبداد، كان بدايتها الشعر. طبعا الجانب الفني له دور كبير في دعم المقاومة في اليمن، والشعر له الدور الأكبر في دعم المقاومة نفسيا، يعني بحيث أن المقاوم لما يسمع الشعر وصف له يتحفز أكثر في الدفاع عن وطنه. حياكم الله مشاهدي الكرام، إذا تابعنا هذه الآراء، وعودة إلى الأستاذ محمد المقبلي عبر السكايب من إسطنبول. أستاذ محمد عدنا لك من جديد، ربما سمعت حديثنا مع شاعر المقاومة في تعز عبد الباشا، وكان له يعني بعض القصائد الذي أسمعنا وربما أنت سمعتها وطلعت عليها مسبقا، برأيك هل هذه القصائد وأمثالها من الشعراء الشعبيين تحدث تغييرا، تلهب حماسا، تؤثر في دعم المقاومة ومقارعة الإنقلابيين والإمامة بشكل عام؟ كان محمد الزبيري يقول كلمة مهمة، أستطيع بالأدب وحده أن أقوض 1000 عام من الطغيان. هو كان يعي ماذا تعني هذه الكلمة؟ الأدب في اليمن على وجه التحديد ارتبط ارتباط وثيق بالقضية الوطنية منذ منتصف القرن، بل بالعكس كان معظم الذين ذهبوا لمواجهة استبداد حميد الدين أحمد حميد الدين واستبداد والده واستبداد الأسرة السلالية الإمامية التي ألحقت الأذى بالأرض والإنسان هم الأدباء في الدرجة الأولى والأساسية، ومنهم كمثلا زيد المشكي وضع داخل سجون الإمام وذهب شهيد إلى ربه، لم يكن الأديب اليمني الذي أطلق بالأدب السياسي كان مشروع فقط تغييري، أيضا كان هو القائد وكان هو الشهيد، وكان الأديب أيضا في ميدان السياسة وفي ميدان الثورة، وكان أيضا الأديب هو الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في سبيل قضيتها الوطنية الخالدة وفي سبيل الحرية وفي سبيل الهوية. ربما مثلا كلنا نتذكر ماذا صنعت قصيدة عطل البردوني في صباح ثورة 26 سبتمبر من وعي ومن تأثير على مستوى نفسيات الجماهير، لما كان يقول أفقنا على فجر يوم صبي هيا لحوات المنى أطربي،
أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المقتبي، وكان النعاس على مقلتيك وزوزك الطائر الأزغبي، إلى أن يقول أتدرين أن سبقنا الربيع مبشر بالموسم الطيب، ويختمها ببيت تاريخي ليصور مرحلتين تاريخيتين، مرحلة الإمامة ومرحلة الجمهورية، عندما قال فولى زمان كعرض البغي وأشرق عهدا كقلب النبي. نعم. لم يلعب الشاعر دور تأثيري في التغيير، بل استطاع ان يعري النظام السياسي والاجتماعي التي اذل الشعب واهان كرامته، مثلا ما صنعته قصيده صالح سحلول من تعريه للنظام الاجتماعي والسياسي للائمه، واسقاط فكره ال البيت، الفكره الدجاله بمن يسمون انفسهم احفاد طه، عندما قال 70 عام واحنا احفاد عرى والرجعيه تخدم هواها، كم شعبنا المنكوب قاسى بلاه وعاش عيشه لا سقاها الترب فرشه والمكاوي دواه والجوع في بطنه طواه، وهو يعري النظام الصحي للإمامة التي كانت تستخدم كوسيلة للعلاج. إذن الشاعر والأديب اليمني لم يصنع التغيير ولم يصنع الوعي فقط، بل استطاع أن يسقط المنظومة السياسية والاجتماعية للنظام الطغياني الذي أذل الأرض والإنسان عن طريق الأدب وحده، وبالأدب وحده تستطيع أن تشكل وجدان حر للجماهير. لماذا لم يستمر هذا الوجدان في كسر هذا الصنمية، وعادت الآن الإمامة بشكلها الجديد أو بثوبها الجديد؟ ما هي العوامل الدوافع أستاذ محمد من وجهة نظرك؟ النظام السياسي الذي قدر بالجمهورية، ونقصد بالنظام السياسي طاعون الجمهورية علي عبد الله صالح عندما صعد في 78، كان النظام الثقافي وكان الذروة الفنية قد وصلت في مرحلة الرئيس الحمدي إلى ما يمكن أن نطلق عليها بالفترة الذهبية. خرج الشعر الغنائي وخرجت أجمل الأغاني وخرجت أجمل الألحان، وعاد اليمني ينتشي، وعاد اليمني يسمع لذاته ولروحه ولهويته، وخرجت العديد من الملاحن كملحمة البالة والأغنية الخالدة لعلي السما، والذي هي من كلمات القيل المطهر الإرياني اللي هي يا قافلة عاد المراحل طوال، وعاد وجه الليل عابس يا قافلة رصي صفوف الرجال، وابن المدارات المتارس قولي لهم عاد الخطر لا يزال لا يأمن شر الدسر. الانتكاس السياسي في النظام السياسي تلعب دور كبير جدا في ضرب النظام الثقافي. كان هناك مشروع ثقافي وفكري للجمهورية، الذي أجهض المشروع الثقافي والفكري للجمهورية وعمل على تجريفها هما نظامين: النظام السياسي الذي استطاع أن يطفئ أشواق الجماهير بتحويل الحكم من حكم جمهوري قائم على فكرة الشعب نفسه بنفسه، وقائم على توزيع الثروة وعلى بناء حقيقي للتعليم، إلى تحويل إلى نظام فردي قائم على العداء للثقافة وقائم على العداء للأدب وقائم على تهميش الأديب وتهميش المثقف، إلى درجة أن أصبح قامة كبيرة بحجم عبد الله البردوني مثلاً يتم مثلاً إخفاء العديد مثلاً من مؤلفاته. فاستطاع النظام السياسي أن يدجن الفكر الجمهوري والثقافة الجمهورية التي كانت وصلت إلى ذروتها في الشمال وفي الجنوب. نعم. النظام السياسي هو يلعب دور كبير جداً. طيب سلام. يعني نعم. مثلاً على سبيل المثال أو أقرب لك الصورة. نعم. انظر إلى الفنانين وإلى الأدباء في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي وكيف كانت الحركة الثقافية. نعم. وكيف وصلت الحركة الثقافية والحركة الفنية في عهد علي عبد الله صالح إلى أن أصبح هو الفرد وهو الذي يغنى له وهو الذي تهتف الجماهير باسمه تحت أغنية ساذجة ومغفلة كانت تقول يا بشير الخير أو ما لنا إلا علي، وتحويل التغني بالشعب والإيمان بالشعب والهتاف للشعب كما كان يحث عليها الفضول عبد الله عبد الوهاب نعمان الى التغني بالفرد العائلي الذي اختزل المشروع. نعم. الجمهوري ودمر الحركه الثقافيه اليمنيه. طيب استاذ محمد، باعتقادك استاذ محمد، هل الجيل الجديد الان من الشعراء والفنانون هل هم قادرون على ان يواصلوا نفس المسيره التي بداها الزبيري وايضا الفضول والشعراء كما ذكرت، يعني شعراء الذين ارتبطوا بثوره 26 سبتمبر و14 اكتوبر، ام هناك فوارق ربما ما بين زمن الستينات وزمن الزمن الجديد الذي نعيشه؟ هذه أمة ولادة بالعباقرة، وأمة أنا متوقع شخصيا أن هنالك حركة ثقافية وحركة أدبية تختمر الآن، وبالذات في وسط الشباب مع وجود التكنولوجيا ستساهم في صقل مواهبهم وتسهل لهم الحصول على المعرفة. وأتوقع أنا خلال العشر السنوات القادمة أن تشهد اليمن أهم حركة أدبية ثقافية تعيد من جديد تجديد المشروع الفكري والثقافي للجمهورية، وتعيد من جديد ترميم الذات وترميم الحضارة وترميم الهوية، وتعيد من جديد الاعتبار للحركة الثقافية اليمنية لأسباب كثيرة، من بينها أن هذا الجيل مثلا لا يقل أهمية عن عباقرة اليمن الذي شهدوا التاريخ، وأن هذا الجيل نفسه هو امتداد للجيل، أقصد به جيل ثورة 11 فبراير، هو نفسه جيل امتداد لجيل ثورة 14 أكتوبر وثورة 26 سبتمبر، ولا يقل شأنا ولا يقل عن أهمية، بالإضافة إلى
نقطة معينة، أن نعم. الأدب أن الأدب السياسي في اليمن على وجه التحديد تقريبا يعتبر من أهم وأزخر الأدب السياسي في الوطن العربي بشكل كامل. لا يوجد أدب سياسي بمتابعتي كباحث، مش كأننا يمني نعم صب مثلا الوطنية اليمنية أكثر من لا، أنا كباحث وأقرأ الأدب السياسي ربما في الوطن العربي، تقريبا الذي يضاهي مثلا ذروة الأدب السياسي في الوطن العربي هو تقريبا أبو القاسم الشابي، وقليلا إلى حد ما الجواهري مثلا في العراق، لكن ودرويش مثلا كمعجزة مثلا ارتبطت بالقضية الفلسطينية. نعم. لكن يظل الأدب السياسي اليمني من أهم الآداب ربما في الوطن العربي والشرق. نعم. طيب أستاذ محمد، اسمح لي الآن نرحب بالشاعر الجميل الأستاذ مجلي القبيسي معنا من محافظة مأرب. مساء الخير أستاذ مجلي. أهلا وسهلا، مساك الله بالنور والسرور. أهلا ومرحبا بك، أهلا بك شاعرنا الجميل أستاذ مجلي. ربما تحدثنا الأستاذ محمد المقبلي، وأيضا كان معنا الأخ شاعر المقاومة من تعز عبد الباشا. الأستاذ محمد المقبلي أكد على نقطة أنه يعني نحن في زمن جيل ولاد وسيواصل نفس المسير الذي ربما انتهجه الزبيري والفضول وغيره في مقارعة الظلم ودعم المقاومة بالكلمة، وأنتم الآن الجيل الجديد. هل فعلا أنتم الآن قادرون على السير بنفس الطريق، صنع التغيير عن طريق الشعر عن طريق الكلمة؟ حياك الله أخ بشير، وأحيي الأخوة المشاهدين الكرام. نحن لا يعني أنت قلت هل تستطيع السير على خطى من سبقوكم، نحن سائرون، نحن نعم. يعني قد عبرنا مشينا قد قطعنا شوط، نحن مناضلون بكلمتنا منذ 15 سنة مع وشي من أمس. نعم. ولا زلنا وسنبقى حتى نصنع بالكلمة تاريخا عطرا، تاريخ الحرية والمجد والشموخ والعز. نعم. نعم. ونزيل هذا الكهنوت البائد الخبيث السلالي. نعم. إن شاء الله بإذن. نعم. واحد أحد. بالتأكيد أستاذ مجلي، كلماتكم قصائدكم في كل المحافل في كل المناسبات، بل أنت الآن تتكلم وأنت في مأرب تساند ويعني تشارك المقاومة الشعبية والجيش الوطني معركة التحرير، وإن شاء الله قريبا بإذن الله ستنتصر المقاومة وينتصر الجيش الوطني. الآن هذه القصائد التي أنتم الآن وكما تحدثت ربما لها من أكثر من 15 عام وأنتم سائرون في نفس الدرب، الآن هل الأثر لا زال نفس الأثر، لا زال نفس الحماس، أم ربما هناك فوارق، أو ربما هناك لم يعد ذاك الحماس الذي كان في الماضي؟ الحمد لله، يعني الحماس موجود والتفاعل رغم الإهمال غير مقصود، يعني سميه كما شئت، إهمال وعدم تشجيع ولا مبالاة، لكننا نعم. لازلنا وسنبقى وعزائمنا يعني مرتفعة إن شاء الله بإذن واحد أحد، إن إحنا لن نتوانى ولن نتراجع أبدا. نعم أستاذ مجلي، ربما أنت من أحد الشعراء الذين اختار هذا الطريق وانضم في عام 2011 وقبلها إلى خط يعني مقارعة الفساد قبلها، ومن ثم انضمت إلى ثوار 2011، وأنت الآن تنضم إلى المقاومة الشعبية والجيش الوطني في استعادة الدولة. هذا الخط الذي تنتهجه وأنت شاعر، هل سبب لك مشاكل في حياتك في مسيرتك؟ ما الذي جنيت من هذا الطريق ومن هذا المسار؟ أكيد 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 بالطبع، يعني أنا أول من يوقف راتبه في الجمهورية اليمنية قبل سنتين ونص. أنا من سجنوا أخوته، يعني أخي أول من سجن مع الأستاذ محمد قحطان. نعم. الأخ الثاني الآن يعني مسافر له مريض، القاهر مرض نفسي بعد التعذيب والكذا. أي قبيسي لقبه القبيسي لا يستطيع لا يشتغل ولا يدخل صنعاء ولا يشتري، يعني المهم. نعم. أنا محيد لي لا هامك لا هامك، لكن هذا في سبيل الوطن وفي سبيل الحرية والكرامة. أيضا واحد من أخواني شهيد، واحد من عيال عمي شهيد آخر، هؤلاء يعني أشياء من أشياء. نعم. كثير. نعم رحمهم الله، وهم يعني أنتم فعلا من أسرة مناضلة ويشهد لكم الكثير. أستاذ مجلي تكرم بالبقاء معي. أستاذ مجلي سنذهب الآن لسماع بعض قصائد شعرية من ضمن هذه القصائد لك أنت، ومن ثم نكمل الحديث.
قال الشعب والجيش حقنا والشرطة رافض خيوط الإنقلاب وخطوطه يسلم مدنا والسلاح يحطه ولا بصدره بندقي محطوطه حرام مدوا من يدينا نطه ولو قف الله بنتهاه وسقوطه قل للرئيس هادي يصير في خطه يضرب عدو الشعب وإحنا صوته. لو يرجع أمس اليوم ما نرجع على هذا الخبر ولو تقر الشمس في كبد السماء طول النهار يا حرار سبتمبر وأكتوبر وماي والأغر دقوا على هذا الوتر ماشي لكم أي اعتذار. إيران وأمريكا سوا والأصل له عدة صور لا تصمتوا يا شعبنا والله إن الصمت عار. الله أكبر غاب صوت الظلم والحق انتصر والمنقلب لا عاد يحاول بعد ما فات القطار. أين المفر أين المفر أين المفر أين المفر موتوا بعد الموت يا عبد الملك جنة ونار. يقتل يسطو يعتدي يرتشي ثم بميلاد الهدى ينتشي. يقول إن آله سائلا أفاطمي أنت أم عائشي. راياته خضر راياته خضر وأفعاله سود فما أتقاه من فاحشي. ينهش في لحمي لأدعو له ينهش في لحمي لأدعو له صلى عليك الله يا ناهشي. لو بعث الله له المصطفى لو بعث الله له المصطفى لكان في تصنيفه داعشي. إني رأيت جنودكم يغزون أهلي ورأيت قرذا تافها يغتال طفلي وخرجت محتجا عليك أردت قتلي فالآن حان الثأر لا تستغربوا. أنا ثورة الأحرار لا لن تهربوا. أين الذي كنتم تسموه الأبو؟ هذا الأبو وأبوه كان له أبو هذا أنا في نحركم لا تهربوا. شبح أنا فوق الجسور بين المنافذ والصخور سأبيدكم في جحركم ليلا مساء في السحور. اجمع بذورك وانقرض إني حفرت لك القبور. لو يفعل المخلوع لنا 2000 خطاب والدم من الحوبان يسيل للراهدة وفي تعزل كل نموت شابة وشاب ما عاد يحكمنا دقيقة واحدة. ما انتر عليك حافي وما فوقه ثياب ومشي لصنعاء رجل بعصب باردة صلوا سلاح اليوم ومتحمل جعاب يمين ما يركع لشلة فاسدة ودمنا اللي سال هذا والخراب بات تدفع ثمانه وضعوف متزايدة. شل الصحيح مني وخذ ما هو صواب لو كنت مهما كنت مالك فائدة ومن تعز العز نرسل لك جواب وكفان من راحوا علينا شاهدة. لا بد لك من يوم تخضع للعقاب وندعس على الظالم ونكسر ساعدة. أقسم برب العرش من أنشى السحاب. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه المجموعة من القصائد لبعض الشعراء اليمنيين الذين يناهضون الانقلاب ويساندون الجمهورية ويساندون الجيش الوطني والشرعية. أعود إلى مأرب مع الأستاذ مجلي القبيسي. أستاذ مجلي تابعنا عدة قصائد كان من ضمنها قصيدة لك ربما. الآن أختم معك بقصيدة تحبها أنت قصيدة ربما أحدثت تغييرا وصلت إلى الجمهور نالت استحسان الجميع. إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ مجلي القبيسي. أعود إلى أسطنبول عبر السكايب مع الأستاذ محمد المقبول. أستاذ محمد سمعت هذه المجموعة من القصائد التي استعرضناها الآن في الكليب قبل لحظات. بداية كيف وجدت هذه القصائد أثرها كلماتها مضمونها؟ أنا أعتقد أنها استطاعت أن تصل إلى أكبر قدر ممكن جدا من الجماهير لأسباب كثيرة وجود التكنولوجيا وجود الرصائد المتعددة ونحن في عصر الميديا. بالإضافة إلى أنه مثلا للأمانة كان الشاعر وكان الأديب اليمني الذي انخرط في ثورة 11 فبراير وكان في طلائع المقاومة ليس مشروع كلمة فقط بل كان مشروع شهيد. ربما نحن البلد الذي شهدت فيها الحركة الوطنية ما عرف بالشاعر الشهيد مثل ما كان الشاعر الشهيد محمد محمود الزبيري والموشكي وعبد الفتاح إسماعيل. أيضا كان في ثورة 11 فبراير وفي المقاومة الشاعر الشهيد نائف الجماعي. هذا الأديب والشاعر الذي لم يكتفي بالكلمة فقط بل دفع موجته وعاش البيت الشعري للشهيد محمد محمود الزبيري الذي قال فيه بعثت هبة أحبك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي.
نعم. القلب الدامي للشاعر اليمني وللأديب اليمني هو الذي جعله يدفع الكلمة ويدفع مهجته ويدفع أيضا قلمه ويناضل في سبيل هذه الأمة اليمنية الكبيرة الحضارية التي حاول الانقلاب وحاول المشروع الإيماني تقزيمها. الأدب الحديث القصائد الذي عرضها برنامجكم الجميل وصلت إلى كل الجماهير. أعتقد أن وجود التلفون ووجود الميديا استطاعت أن تنقل وأن توسع القصيدة والأدب السياسي اليمني وتنقلها بشكل كبير جدا. نعم أستاذ أستاذ محمد اسمح لي وعذرا للمقاطعة، أعود للأستاذ مجلي القويسي لأنه فقدنا هذا الاتصال، على أن نودعه من ثم العودة إليك. عودة للأستاذ مجلي القويسي. ما الأستاذ مجلي كنت قد يعني طلبت منك قبل أن نفقد بك الاتصال بقصيدة شعرية تحبها، ربما نالت استحسان الجميع، وصلت إلى الجميع، أحدثت تغيير. حياك الله أخي. القصيدة القصائد خيرات، بس بختار لك واحدة. نعم تفضل. والأخوة المشاهدين يقول: سرينا على ظهر الطقوم المدرعة رفاد الصحاري والتضاريس والطقوس، سرينا نعيد الحق لأهله ونرجعه نطهر أراضينا من الشيعة المجوس. نعم. سرينا نعدب كل غاوي ونقرعه ونسحب عظامه في المطالع والنكوس ونسقيه من كأس المنايا المندعة على قب ريقه قبل ما تطلع الشموس. ولو ما يحنه بايذوقه ويبلعه، وهذا جزاء من يعبد إيران بالفلوس. فلوس. ولول الخميني ضربة الحق موجعة وعدبان لقن جيشه الفارسي دروس تجي له من الخط الذي ما توقعه رجال العبا يعدوا في الفجر والغلوس. صبرنا سنة بعد السنة يا موالعه، ولا عندنا لا دنس جبهة وقطع روس. حكينا وملينا حكاوي وزوبعة، صبرنا وملينا من الصبر والجلوس. وضقنا وضيق ضيقنا كل واسعة، وضاق الفضاء من ضيق الأكباد والنفوس. سرينا سرينا مستحيل المراجعة، ولا بد نقطع راس جساس والبسوس. قضية وطن ما هي قضية مطاوعة، من العار تبقى الفرس في المنطقة تحوز. كعوث ما شاء الله، قصيدة جميلة. أستاذ مجلي، في تساؤل أستاذ مجلي الآن، من هم يعني في صف الانقلابيين وفي صف الحوثيين وفي صف الرئيس المخلوع، وربما هم أيضا شعراء لديهم القدرة الكبيرة على نسج القصائد وكتابة القصائد والمديح للحوثي والرئيس المخلوع، وأيضا ما يقومون به من حرب ربما يعني يسوقون الجرائم التي يرتكبونها عن طريق شعرهم. كيف يمكن يعني للشاعر أن يتحول إلى أداة بيد الظالم؟ يا أخي مع احترامي لهؤلاء الناس، طبعا الأغلب محايد ساكت خايف لكثرة القمع والبطش الذي يستخدموه هذه الطائفة الهمجية. نعم. هم ساكتين يعني، لا هم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يعني مثل هؤلاء يعني عندهم موهبة وقدرة على نظم الشعر ربما مثلنا وأحسن مننا، لكنهم ليس لديهم رؤية ولا هدف واضح ولا غاية ولا يعرفون إلى أين يتجهون. نعم. أو لا يعني يرحمهم الإنسان رحمة يعني لا تعاتبهم. ولي أخيرا 5 أبيات يعني حول العز والشموخ والحرية. نعم. أختم بها إذا سمحت لي. لا أكيد، تفضل أستاذ مجلي. نعم نسمعك. قال: يموت الشجر واقف على العز منحنى، يموت الشجر واقف على العز منحنى، ومثله يموت الحر والشاجع الأبي، وأنا ابن اليمن بما تنازل ولدنا، على الحرية والعز عايش ومرتبي، وأنا أصلها والفرع والزهر والجنا، وأنا الطيب من شمه يصلي على النبي. صلي على النبي. وأنا أصلها والفرع والزهر والجنا، وأنا الطيب من شمه يصلي على النبي. أنا والفتى وقت الشدايد يقول أنا، وليس الفتى من قال جدي وكان بي. أنا الحر ذي ما يقبل الضيم والظنى، مدافع على عرضي وأرضي وراتبي، ولي نفس عليا تكره الخبث والخنار، ضعت الندى من يوم ما عاد أنا صبي. أحب اليمن وارجو لها الخير والبناء، وعز اليمن وأهله طموحي ومطلبي. أخي راس مالي ساعة الضيق والعناء، وربحي ومدخولي صديقي وصاحبي، والأحرار ما تنقاس بالفقر والغنى ولا بالمناصب طالما العز منصبي. فكم من فقير ساعة الصفر من ثنى، وكم من غني داخل البيت مختبي، مع الحق يحلو مشرب المر والسناء، وتحسب خساراتي ضماري ومكسبي لك الموت، يا من جيت بالموت والفناء وتخسى ويخسى فكرك الجاهل الغبي.
وسلام الله عليك وعلى الأخوة المشاهدين. سلام الله عليك شاعرنا الثائر المقاوم الأستاذ مجلي القبيسي، شكرا لمشاركتك معنا، شكرا لإعطائنا هذه الأبيات الجميلة التي ختمت بها، التي تنبع عن شاعر متمكن ينال بحب ورضا و جمهور واسع وعريض في الداخل وفي الخارج. شكرا لك أستاذ مجلي، لو لك كلمة أخيرة لأصدقائك لزملائك لمن تحب للمقاومين للجيش الوطني وتريد أن تختم بها تفضل. إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ مجلي، شكرا جزيلا للأستاذ مجلي. عودة للأستاذ محمد المقبلي عبر السكايب من إسطنبول. أستاذ محمد عدنا لك عودة أخيرة في دقائقنا الأخيرة، كيف تلخص مضمون ما تناولنا في إطار الحديث حول الشعر ودوره في مناهضة الانقلاب، في مناهضة الإمامة، في صنع رأي عام، في إشعال الحماس، من خلال ما سمعت ومن خلال ما تأمل أن يكون في المستقبل؟ أن الكلمة، كلمة الحرية، لا تزال تحتل أهمية كبيرة جدا في نظرة الشعب. كلمة هي الفارق فيها مثلا، ربما كثير من الشعراء يكونوا مثلا في الصف الآخر أو ممن يكون المديح مثلا لمن انقلبوا على أحلام الشعب، لكن أين هو الفارق الجوهري؟ الفارق الجوهري في المضمون. من يكتب الكلمة من أجل حرية الشعب، من أجل كرامة، من أجل كبرياء، من أجل شموخة، من أجل إحساسه بذاته ووطنيته واعتزازه، هو من يكتب له المستقبل، وهي الكلمة التي تتحول من جثة هامدة إلى روح وإلى حياة في ضمير هذه الأجيال وفي ضمير الأجيال التي ستأتي. أين كل الشعراء الذين كتبوا للأئمة طوال السنوات التي فاتت؟ لم يخلدهم التاريخ، بل لكن شعراء الحركة الوطنية، شعراء أكتوبر، شعراء سبتمبر، شعراء يعني مثلا على سبيل المثال عندما انطلقت القصيدة الغنائية مع انطلق الحراك الجنوبي، والله رب العرش ما نخضع للطاغية الباغي وأعوانه والسماء من فوقنا تنزع ولا علي يهجم وأركانه، الشعب كله قال لك برع يا من فقد قدره وميزانه، أصبحت في وعي الجماهير وفي لسان كل من يلهج بالحرية ومن يناضل من أجل كرامة هذا الشعب. نعم. هي معركة الكلمة بالدرجة الأخيرة. أنا عندي مثلا مقطع جبته أول ما هاجم الحوثيين على مديرية القبر أثناء ما كنت موجود في هذا الكلمة. ما كان هذا كان طلبي الأخير أستاذ محمد، لأنه نعرف الأستاذ محمد صحيح أنت تتابع وتقرأ، ولكن أيضا لك أيضا في الشعر وتكتب بعض الأبيات الشعرية، نختم معك بأبيات تحبها أنت. أنا شاعر غنائي لكن وشعبي عرضت الكثير من القصائد ومن بينها على الأستاذ عبد الله الحرازي، لكن مرحلتي الأساسية هي سياسية، فقلت هذه الأبيات التي أجدها أنها محببة إلى قلبي. نعم. كما هاجموا بيت مديرية القصر وأرادوا أن يختطفوا أسماء معينة من بينها، فقلت أرض حمير ذراعي أرض حمير ذراعي وهذا الجيل فاهم يقظ واعي، أرض حمير ذراعي وهذا الجيل فاقد وهذا الجيل صاحي يقظ واعي، من يريد انتزاعي من أرضي خاب ظنه مع الساعي، لبسوها القناعي وجايدي مع سيدة صرخة وانتدمر شراعي، فقلبي قاربي بين أضلاعي، قلب للشعب راعي من أجل اليمن يبذل المهجة يا بقايا كلاعي، صمودك قد يخفف من أوجاعي، يا وجوه الضباعي غلاق الشيش وصله مع قبله، أرض حمير ذراعي وهذا الجيل واعي يقظ واعي، أرض حمير ذراعي وهذا الجيل فاهم يقظ واعي، وهذا الجيل واعي وأرض حمير ذراعي. شكرا لك الكاتب والناشط السياسي وأيضا الشاعر الشعبي الأستاذ محمد المقبلي، شرفتنا في هذه الحلقة، يعطيك ألف عافية، كنت معنا عبر السكايب من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، لم يبقى في دقائقنا الأخيرة إلا أن نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، نستعرض بعضا من هذه التعليقات ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ أنور العاكس، يعلق بالقول: القصيدة سلاح فتاك في وجه الظلم مهما كانت أشكاله، ومن القصيد ما يتم تلحينه إلى أغاني وأناشيد ثورية تجعل منه للثوار والمظلومين أداة في قمع الظلم، فالقصيد في وجه الانقلاب يلدغ كالأفعى ويحرق كاللظى. أنور العاكس. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج الأخ نبيل الفقيه، يعلق: الفن هو الثورة الناعمة ولها دور قوي في كل الثورات، والشعر هو أحد الفنون كونه جزء من ثقافتنا ومكتسباتنا، وما زال إعلام الشرعية يفتقد للفن الذي تصل رسالته إلى العامة بأقصر الطرق. نبيل الفقيه. رأي أيضا آخر من أصدقاء البرنامج حول الشعر وأهميته في مقارعة الظلم ومساندة الثورة والثوار، الأخ عبد القاهرة، يعلق:
القصيدة والكلمة هي جزء من الانتصار على الانقلابيين، فهي عندما تكون هادفة ومقنعة وتناقش هموم الناس ترفع من معنويات المقاتلين وتحطم وترهب معنويات الأعداء. عبد القاهرة، إذن بهذا الرأي الأخير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بين قوسين التي خصصناها للشعر والشعراء وأهميته في دعم الثوار والثورات وأيضا مساندة المقاومة والجيش الوطني. شكرا لضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من إسطنبول الكاتب والناشط السياسي محمد المقبلي، كان معنا أيضا عبر الهاتف من تعز أحمد الباشا شاعر عبد الباشا شاعر المقاومة الشعبية في تعز، معنا أيضا كان من مأرب الشاعر مجيب مجلي القبيسي، كان الأستاذ مجيب الرحمن سيكون معنا ولكن ربما مشكلة في الاتصال لم نتمكن من الاتصال فيه. الشكر أيضا موصول لمعد هذه الحلقة الزميل وديع عطا وأيضا للزميل أسامة القطيبي في إنتاج البرنامج، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من بين قوسين الأسبوع المقبل. الآن نختم بقصيدة مختارة للشاعر اليمني الكبير صالح سحلول، نختم بها وأودعكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل، السلام عليكم. يتمنى صالح سحلول شاعر الثورة لو رأى الثائر الأعظم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ماذا فعل الحكم الإمامي بأحفاد الأنصار، وكيف أحالوا جنتهم الخضراء إلى جحيم، ووعدوا أنفسهم ومشايعيهم بجنة الخلد دون بقية المسلمين. قال صالح سحلول: يا لت رسول الله عليه الصلاة أعمالهم فينا رآها، يا ويلهم يا خزيهم من لقا، يوم أمته تظهر شكاها، من اللصوص ذي أحرموها الحياة، وقال والجنة جزاها، هل جنة الفردوس ملك الطغاة، من الذي منهم بناها، أظن لو كانوا عليها ولاه، ما ذق يماني شرب ماها، إن كانت الجنة لهم يا إله، فالشعب هذا ما يباها، ولا يرد جنة وفيها عداه، بل يطلبك جنة سواها.